ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أعمال القلوب، قلنا محبة وخوف، ولا تقدم محبة شيء على محبة الله وإلا عذبك به إسراف السلام، ولا تقدم خوفك من غير الله على خوفك من الله سبحانه وتعالى، وإلا خوفك الله به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وقلنا التوكل صدق الاعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب المشروع، انقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب مشروع، اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف الغير لا شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي لا على ميت مع نوع افتقار، هذا الشرك أصغر. مثال، بعض الناس تأتي مكافأة من الحكومة، طيب لو قطع عنك المكافأة قال أموت أتشرد أضيع أنا وأولادي، إذا هذا نوع افتقار شرك. لكن إذا قال يقطع عنه النفقة وفي السماء رزقكم ما توعد، هؤلاء أسباب يصح. الثالث وكالة، الثالث إيش؟ تقول وكلت فلان، يعني أنت أعلى منه درجة، ولا يمكن أن تقول توكلت على فلان، ما يمكن، ولا يمكن أن تقول توكلت على الله وفلان حتى ثم فلان، ما يمكن أبدا. عمل قلبي توكلت على الله فقط، وكلت يعني فوضت. وكل النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤون العامة والخاصة، وكل من يقوم على الحج، من يقوم على الجهاد، من يقوم على المدينة مثلا، وكل من يشتري له أضحية، مفهوم؟ لماذا أدخلنا هنا الوكالة؟ لأنها قريبة من هذا حتى تفهم، مفهوم؟ أما توكلت على الله توكلت، تمام؟